السلام عليكم، معكم فاطمة زهراء الحضري، عضوة في مجموعة أميز لدعم الشباب حاملي أفكار مشاريع بمدينة الفنيدق. احنا مجموعة من الشباب خرجنا بمشروع اللي سميناه أميز من بعد مجموعة من الورشات اللي كانت ضمن برنامج تعزيز المرونة. من بعد هاد التكوينات اللي خدينا خرجنا بمشروع سميناه أميز. هاد المشروع يهدف إلى دمج 20 شاب وشابة في الدينامية المقاولاتية بمدينة الفنيدق. غادي يكون شق نظري اللي هو في تكوين في المهارات الحياتية، كيفاش يتواصلوا مع بعضهم، كيفاش يكون عندهم إنصات فعال، كيفاش ينخرطوا في المجتمع. زائد غادي يكون تكوين تطبيقي في المقاولة الاجتماعية، في المقاولات عفوا. هذا التكوين غادي يكون كيف أنواع المقاولات، غادي يعرفوا كيفاش يدرسوا السوق، دراسة الجدوى، البطاقة التقنية للمشروع ديالهم، حتى يقدروا يجمعوا ملف متكامل باش أنهم يدفعوه للجهات اللي غادي تدعم لهم المشروع ديالهم. إن شاء الله غادي من بعد التكوينات غادي تكون مواكبة لأصحاب المشاريع اللي تقبلهم الطلب فمزيان، غادي يحطوا المشروع ديالهم على أرض الواقع، والناس اللي ما تمكنوش أنهم يتقبلوا من الطلب ديالهم فغادي نحاولوا نواكبوهم ونحاولوا نصيغوا ملف آخر إن شاء الله حتى يتقبل المشروع ويحطوا على أرض الواقع. وشكرا. أو شعور أو فكرة كتمنعنا نعيشوا هاد اللحظة ونغامسوا إما في الماضي ولا في المستقبل. هنا واضح هاد المرض النفسي كيكون. عبد الكريم يوسفي، عضو فريق أميز. حنا في أميز كنسعاو إلى إدماج 20 شاب وشابة في مجال الدينامية المقاولاتية. فمن منا اللي ما كيعرفش الأزمات اللي دازت منا مدينة الفنيدق، أزمات اقتصادية واجتماعية، ولهذا قررنا أننا نوضع واحد البرنامج اللي غادي يكون متكامل إن شاء الله في شقيه النظري اللي كيتعلق بالمهارات الحياتية، وبالشق التطبيقي ديالو اللي كيتعلق بما هو تقني كالبطاقة التقنية ودراسة السوق. كدراسة السوق وإنجاز البطاقة التقنية للمشروع ودراسة الجدوى والبحث عن ممولين. كذلك كنشتغلوا على المدى البعيد أننا نقوموا بالمواكبة ديال هاد الشباب، لا سواء اللي قدموا المشاريع ديالهم وحصلوا على تمويل، ولا سواء الشباب اللي ما حصلوش على تمويل، باش نعرفوا الأخطاء اللي كانت أثناء تقديم المشروع. فحنا في أميز كنسعوا إلى بناء واحد جسر من التواصل ما بين الجهات المسؤولة والجهات المانحة وباقي الشباب في المدينة، وهذا الشيء كامل كنعملوه باش نغيروا ديك الأفكار النمطية على مدينة الفنيدق اللي هي مدينة التهريب ومدينة الهجرة. معكم غزال العشير، ممثلة المجلس الثقافي البريطاني. احنا اليوم في اول يوم لافتتاح اول تدريب خاص بالمشروع المجتمعي أميز اللي كيستهدف 20 شاب وشابة حاملي افكار مشاريع بالمدينة الفنيدق، اللي كيستهدف شباب المنطقة من اجل مساعدتهم ومواكبتهم في صياغة المشاريع المقاولاتية. اللي هاد الشباب الفريق العمل ديال المشروع اللي غادي يساندهم باش انهم يعني عرضوا المشاريع ديالهم المقاولاتيه على المؤسسات المانحه بالمنطقه من اجل ادماجهم في الديناميه الاقتصاديه. فاحنا اليوم جد سعداء على اطلاق هذا المشروع الثاني، لانه كاين المشاريع المجتمعيه باقي في مارتير وفي بليونش، فاليوم في المحطه الثانيه لاصدار هذا المشروع هذا اللي كيشرف عليه فريق عمل أميز، واللي احنا اليوم باول دوره من الدورات التكوينيه الخاصه بهذا المشروع. اكيد لابد يعني اي حاجه كنبداوها في المشاريع لابد من ما هو نظري، لانه كيكون هناك تدريبات. بحدابا اليوم عندنا تدريبات على المهارات الحياتيه، في ثلاث الايام المقبله ان شاء الله غادي يكون تدريب على اساسيات ومبادئ المقاوله، صياغه المشاريع المقاولاتيه، هذه المرحله الاولى. المرحله اللي غادي تكون مقبله هي المواكبه والتتبع ديال هذه الفئه المستهدفه في هذا المشروع، مصاحبتهم على يعني صياغه استمارات الخاصه بالمشاريع ديالهم، يعني لا سيما المشاريع المقاولاتيه اللي غادي من بعد غادي يطرحوها ويستعرضوها على المؤسسات المانحه بالمنطقه. فهذه المرحله المقبله على اساس ان كل شاب وشابه يستفيد من هذا التكوين هذا، انه يعرض واحد المشروع خاص به، باش هنا كيكون داك المصاحبه من بعد. هذا هو الهدف ديال هذا المشروع هذا في النهايه، على اساس يكون عند شاب وكل شابه انه عنده فكره المشروع وانه اقترحها على الجهات المانحه باش ياخذ التمويل وباش يحقق
الاهداف ديال المشروع ديالو، وبالتالي كتكون عنده مقاوله وكيكون انه يحصل على واحد منصب شغل من خلال المقاوله اللي استعرضها واللي اعطاها المؤسسه المانحه من اجل يعني الحصول على التمويل. شكرا لك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.